الجمعية المغربية لتربية الشبيبة هي جمعية تأسست سنة 1956 وجهد تأسيس مباشرة بعد الاستقلال من أجل ضخ الفعل التربوي والفعل التطوعي في دماء الشباب المغربي، وبالتالي كانت الجمعية كتشتغل على التطوع والبناء وخاصة في الأوراش. أكيد أن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة هي جمعية وطنية تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر 65 إقليم ومدينة. الغاية الأساسية في هذه العملية هي التربية على القيم، التربية على الحقوق، التربية على الديمقراطية، تربية الناشئة على الفعل التطوعي والمدني، والتربية على حب الوطن والمواطنة. ثم تطور فعل الجمعية من العمل الثقافي والتربوي إلى العمل الاجتماعي، بحيث اليوم عندنا 3 أو 4 مراكز خاصة بالعمل الاجتماعي. عندنا مركز طراغة زهرة اللي هو بشراكة مع منظمة لسوليداريتي التضامن الألمانية، وهو اللي كان في مدينة الرباط للنساء في وضعية هشاشة، اللي كيتعلموا فيه مهارات متميزة في التكوين المهني، الخياطة، الحلاقة، المطعمة، الفندقة مجانا، هذا للنساء في وضعية هشاشة. كذلك عندنا مركز في سلا اللي هو الأشخاص في وضعية الشارع، اللي كيستقبل الأطفال في وضعية الشارع، وكتقوم الجمعية بالإيواء ديالهم وإعادة الدمج ديالهم والتربية ديالهم. كذلك في مدينة الدار البيضاء عندنا مركز اللي تأسس سنة 2010 في إطار الشراكة مع لندياش، اللي هو مركز الفداء للسمع البصري أو ما كنسموه اصطلاحا كاب ميديا، اللي هو تكوين الشباب في مهن التلفزة والسينما وكذلك في الصحافة الإلكترونية على مستوى الصوت والإضاءة والإخراج والمونتاج والصورة. هذا اللي كيستقبل سنويا ما بين 40 شاب وشابة، الآن تخرجوا فيما يناسب 500 شاب وشابة اللي يدخلوا سوق الشغل. فرع درب السلطان كيشتغل كذلك على العمل الاجتماعي، وخاصة منذ 5 سنوات مع الأشخاص في وضعية الشارع من الفئة الهشة المشردة التي تلتحف السماء وتفترش الكرتون وتعيش في قساوة البرد، وخاصة في ليالي الشتاء. هذا التجربة خلتنا كنعيش خروج للشارع من أجل توزيع المنطات كما كنسموهم أو الأفريشة، توزيع وجبات الأكل، كذلك بعض القفازات أو الجوارب والطاقيات ومجموعة من الملابس من أجل حماية الأشخاص من الشارع. هذه الفرصة خلتنا كذلك كنخلقوا مع الأنشطة الأخرى اللي هي سميناها رواق تدفئة. رواق تدفئة هو واحد الفضاء خدينا في ساحة استراغنا اللي فيه ما يناهز 250 مستفيد ومستفيد أطفال الشارع ونساء الشارع والشيوخ اللي كتنعس في الشارع. ترى اليوم ما يسمى رواق تدفئة في أجنحة، جناح للذكور الشباب والأطفال والنساء، وكذلك كان فيه المبيت ديالهم والتغذية ديالهم وكل ما يستلزمه من مواد الحلاقة والاستحمام وتغيير الملابس والشيء كامل لمدة 15 يوم. هذه التجربة اللي عرفتناها في درب السلطان وكانت فريدة من نوعها، وسميناها رواق تدفئة دائما تحت الشعار كلنا مواطنون، كلنا معنيون، معنيون كمواطنين بهم هذه الفئة لأن صوتها ضعيف جدا، تستغيث في صمت. الغريب في هذه العملية هو أن المواطنة المواطنين اللي كيشوفوهم في الزنقة لا يتعاطفون معهم، كنعتبرهم كأنها فئة معزولة مهمشة أو كما كيسموهم حنا بين قوسين وحاشا الاسم يكون عليهم الشماكرية، وما بالعكس من هذه العملية هما ناس بكامل العقل ديالهم بكامل القوى الحية ديالهم، إلا أن الظروف هي اللي خلاتهم كيخرجوا للشارع، يا إما لأنهم ضحايا أطفال الطلاق، يا إما أنهم ضحايا بعض الأسر ديال اللي كترد الأبناء ديالها، أو لأن الخوف من المدرسة في الغياب هذا كذلك خلى الأطفال ما كيقدوش يرجعوا لوالديهم خوف من العقاب، كيولي في الزنقة أو كيهاجر، وبالتالي كاين الناس لقيناهم كذلك ضحايا الكرا لأنهم ما كيخلصوش الكرا كيطرد ديالهم من المنازل ديالهم، وكاين كذلك ضحايا التهجير من القرية إلى المدينة أو من الجبال إلى المدينة، خاصة منطقة درب السلطان في المحطة وهي الوحيدة في الدار البيضاء في المحطة، وكنعتبرها محطة عبور، وللأسف كتبقات محطة عبور، كتولي محطة استقرار لمجموعة من الناس داخل درب السلطان في جوانب المحطة، في اعتقادهم أنهم كيبحثوا على الشغل أو على العمل، مما كيلقى الشغل والعمل كيولي عنده الملاذ ديالو هو الشارع، وحتى لقى الخدمة كيلقى شي حاجة هشة
او غير مهيكله وبالتالي ما عندوش امكانيه الكراء وهذا صعب جدا كيولي عند الشارع هو الملاذ ديالو. حنا اليوم كذلك كنقوموا في هذا الشهر رمضان الكريم بتجربه جديده سميناها في ضيافه رمضان. ضيافه رمضان هو تقديم وجبتين الافطار او الفطور والعشاء لمده رمضان شهر كامله ل 250 مستفيد. والبارح كانت عندنا الضغط 350 مستفيد هذو كلهم من ساكنه الشوارع بشكل تضامني بشكل فيه الحب والحنان. كنناشدوا المواطنات المواطنين اننا كذلك نلمسوا لمسه الحنان العطف والرأفه بهذه الفئه اللي محتاجه اكثر عوض ما نقصيهم عوض ما نبعدوا منهم عوض ما اعتبروهم على انهم عاله على المجتمع. علينا ان نمسح دمعتهم والاقتراب منهم. كاين اللي خاصو غير البطاقه الوطنيه ويرجع للدار ديالو، كاين اللي خاصو غير فلوس المركوب ويرجع للدار ديالو، كاين اللي خاصو غير حوايج نقيين ويمشي يطبع على خدمه. لاميج ماشي بوحده كدير هادشي، عندنا شراكات، عندنا كذلك مجموعه من التنسيق مع الفعاليات. بالنسبه لنا احنا مثلا في هذا الشيء ديال ليالي رمضان او في ضيافه رمضان كاين اشراف ديال العمل الاجتماعي بعمل في دم السلطان والسيد العامل شخصيا المشرف على العمليه وكنشكروه، وكذلك كيدعمونا في المواد الغذائيه او الحاجيات مع اللي كذلك احنا كجمعيه كنبحثوا مع بعض المتطوعين وبعض المحسنين في جمع مثلا بعض الحاجيات. مثلا احنا بالنسبه للفطور كيكون فيه متنوع. هنا كنطرحوا سؤال كيفاش طريقه العمل وطريقه التوزيع. طريقه التوزيع ما يمكنش احنا كنوزعوا على 250 في مره واحده. عملية عندنا احنا فرق مختلفه ديال العمل متنوعه ومتنقلة. عندنا سبعة الفرق للعمل وكل فرقة كتمشي لحي معين أو سيكتور معين وعارفة العدد ديالها بالأسماء ديالها. إذا كتم غادين وبالأساس في العملية هو الاحترام التام للبروتوكول الصحي. لان كنقولوا للاخوات والاخوه اللي كيمشوا معنا على ان ضروري يكون البروتوكول الصحي. حنا هاد الناس كنلقاوهم واجدين بعدا واحد مريح بلاصتو والغالب كتلقاهم تحت سقيفه مثلا مسجد الهدى، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد حي الفرح، مسجد حي الامان. دوك السقائف ديالهم كيكونوا مريحين تحت منهم. وكتلقى مثلا السقائف مثلا اللي متسعه مثلا في الشوارع بحال شارع الفداء وشارع بوشنتوف وفي شارع محمد السادس. فبالتالي حنا كنوصل عندهم وكنعطيهم الامان ديالهم. كتلقى مسكين برشت كرتونه وشاد البلاصه وكيتسنى هذه العمليه. لان السؤال الاساسي هو لماذا درنا في ضيافه رمضان؟ لان هذا الحجر الصحي الان كلشي مسدود. السنة اللي فاتت مثلا عملت في دم السلطان مع قسم العمل الاجتماعي كانت تحل المشكل وتضموا كاملين في اطار المدارس وتحلوا المدارس وكان ما كاينش مشكل تريتور كيطيب اليوم كيوكم الى اخره. هاد السنه الامكانيه ما كاينه شيء وبالتالي ما كاينش المحلة بحال ساده القهوه يفطر فيها ساده وهاد الناس ما كيرضاوش يمشيو يدقوا على الديور. وهذا اساسي ساكنة الشوارع على ما كاينش يدقوا على الديور. وتلاحظوا ما كيمشيش عندنا يقعدوا نفطروا وكيبقى يفضوا بلاصهم. جتي شي حاجه كياخذها ما شتيش حاجه ما كياكلهاش. فبالتالي حنا عارفين العمليه لهذا عندنا الضغط كبير وعندنا اقبال كبير ونتمنى ان شاء الله هذا شهر رمضان يدوز بخير ونحلوا نحاولوا نوصلوا للعدد اللي بغينا وبدون مشاكل.